من محافظة بني كبير. هذه محافظة بني كبير، يعني محافظة كبيرة مش بطالة، دلالة على أن الجنوب ليس بالصغير. الجنوب جنوب، كم أنت كبير أيها الجنوب. الله يهب لك قنبلة، منح أجار خطير جدا، استعمل الغيار الثقيل. ما هذه المناظر يا بني كبير؟ وجود هوتيلات، وجود متنزهات في قمم الجبال، والله كأني في يعني ملهى ليلي. هذه الأنوار والإضاءات، أحمر أصفر أخضر. جاري البحث عن فندق أو شقة لربما، والله من قرى بني كبير، يعني هذه قرى بني كبير هي مدن ليست قرى. وجود كيان، وجود مسجد، جامع كبير، وجود بنوك، مراكز تجارية، يعني شيء غير طبيعي، يعني مناظر جميلة جدا. المشهد كأنما في دولة أخرى. الجو طبعا ضباب، بارد كليا. منطقة كبيرة يعني لم نسمع بها من قبل من قرى بني كبير. هذه قرى بني كبير وهي مدن في الواقع، هي مدن، لكن الجنوب يسمونها قرى، يسمون المدن قرى. وجود سبلاش والرماية وتونتي و... سلام علي. جميلة جدا. والله وتالله وبالله كم أنت كبير أيها الجنوب، دوختنا وجننتنا. وجود مراكز تجارية، أسواق. هذه ليست مدينة الباحة، هذه قرى بني كبير و... وقرى راحت اللوحة. والله ما لا أعلم، لا أذكر ما الاسم، لكنها ليست الباحة وليست بالجرشي. الله الله الله، من محافظة بلجرشي. هذه الأجواء الخلابية الساحرة الجميلة. وجود ضباب، ضيوم، منطقة ضباب هنا، منطقة ضباب. شكرا 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 لكل من سأل. تم إصلاح الدراجة ولله الحمد. طبعا هو ليس عطل، يعني هو مجرد سلك كان مشبوك في مكان غلط وكان يتأثر بالحركة، فتم دمج السلك بالمكان الأصلي وفصله من الدقمة وربطه بأرضية الماكينة لتوصيل الكهرباء للسلك وباقي أجزاء الدباب. عطل بسيط. طبعا الدراجة النارية دائما يعني أعطالها كثيرة لكنها بسيطة، يعني شد جنزير مثلا، ضب سلك، يعني المصباح كان خربان، اللمبة الكوكس كانت خربانة بسبب سلك انفصل، فتم ربطه بتيب ومشت الأمور. فالآن النور كويس ولله الحمد كما تشاهدون. شكرا لكل من سأل، شكرا لكل من يعني قدم المساعدة أيضا. الآن بإذن الله جاري التوجه إلى المخواة وفلوى في جنوب غرب محافظة الباحة. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. الوصول إلى المخواة، جاري البحث عن فندق أو شقة ربما كانت. ما هذه هي؟